والكرامة منذ أكثر من 40 يوما، والآن من أجل حماية الأسرى وحماية ذويهم من الإعدام. أثناء زيارة الأهل إلى أبنائهم في سجن مجدو ينتصرون على الجلاد هؤلاء الأبطال الذين، ولأن معركتنا الأساسية معركة زيارات من زيارتين شهريا إلى زيارة واحدة. معركتنا الأساسية مع الاحتلال لن تنحرف حيقيدهم. يتعرض للاعتداء في هذه اللحظات وللقمع في سجون الاحتلال في نفحة وفي ريمون وفي النقب وفي أهل كدار. نقول اليوم في هذا الاعتصام الاحتجاجي والذي يتزامن مع قيام الحركة الوطنية الأسيرة بمقاطعة مندوبي الصليب الأحمر، آن الأوان لهذه المنظمة الدولية أن تبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء ما يتعرض له الأسرى. آن الأوان أن تصدر هذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً لا يكون خجولاً في فتح الممارسات والسياسات والجرائم العنصرية الإسرائيلية. معركة الأمعاء الخاوية ويخوض على اللجنة الدولية أن تنتصر للأسرى الفلسطينيين الذين هم يمثلون اليوم حكاية الإنسان، بل ويمثلون حقوق الإنسان التي تموت في السجون الإسرائيلية. اليوم نقول للأسرى ولكل العالم بأسره للسيد إيف داكور وللسيد بان كي مون ولرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولمنظمة الصحة العالمية، آن الأوان لكم إما أن تقدموا شيئاً للانتصار لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، أو أن تنزلوا وتتقاعدوا وتستقيلوا أمام شعوب العالم وخاصة أمام الشعب الفلسطيني. إننا سنبقى على ضرب العزة والمقاومة الذي يعيشه الأسرى